السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. معكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة ببورسعيد. سريعا كده حبيت أكلمكم عن موضوع النزلات المعوية، والمنتشرة نسبيا، مش كتيرة قوي بس موجودة. موجود بعض حالات قيء وحالات إسهال وحالات بغص. الناس بيعودوا هذا إلى موضوع البطيخ والشمام والخوخ والمشمش والكنتالوب اللي هي فاكهة الصيف، واللخبطة في الأكل وكده، وده قد يكون وارد نسبيا، لأن خلي بالكم إن إحنا في الصيف الحركة بتزيد. المدارس خلصت، الناس بدأت تروح النوادي، بدأوا ينتظموا في تمرين سباحة، بدأوا ينتظموا في تمرين، وده كويس جدا. لكن بقى في نسبة اختلاط أعلى، بقى في نسبة تنوع في الأكل. خلي بالكم ان موضوع الصيف ده مرتبط بشويه حاجات، ايس كريم، ذره مشوي، اكل كتير، سندوتشات بره، اكل في الشارع كتير، جانك فودز كتيره. وبالتالي الموضوع هيكون مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من التنوع كتير في الاكل، لان ده في حد ذاته مش شرط يعمل ميكروب، على قد ما يعمل لخبطه في الهضم، ويبدا الطفل بدا يرجع وبدا يبقى عنده مشاكل وكده. الخلاصه ان احنا نخلي بالنا من الحاجات اللي زي كده، نخلي بالنا من درجه الحراره في الصيف. ممكن الاكل حتى لو جوه الثلاجه يحصل له نوع من الفرمنتيشن والتخمر، ويبقى فيه ميكروبات ويعمل نزلات ويعمل مشاكل برضه. تداول الاكل، البيض، الحاجات من السوبر ماركت، لو ما فيش تكييف ممكن يبات الحاجه في الحراره المعروضه، يبقى في سوء تخزين، تعمل مشاكل. ده الجزء اللي هو مرتبط بالصيف والفتره. فانت خلي بالكم ان في نقطه فنيه جدا، ان احنا طالعين من فصل الربيع على فصل الصيف، شتاء ربيع صيف. الربيع بيبقى فيه فيروسات، والفيروسات دي في بعضها مكمل، بعض فيروسات الروتا، بعض فيروسات الاوميكرون اللي كان موجود في الاخر، بعض الفيروسات زي الجدير المنتشر اليومين دول بس مش في كميات كبيره بس موجود. الحاجات دي مع الاختلاط والحركه وكده بتبتدي تنشر. طيب انا هعرف ابني عنده لخبطه اكل ولا فيروس ولا بس. بص يعني هو اهم حاجه ان حتى لو انت تصرفت مؤقتا لحد ما تروح للطبيب المعالج، اهم حاجه تعوض السوائل، واهم حاجه القيء يقف. يعني احنا هدفنا الرئيسي تملي في النزلات المعويه توقيف القيء، لان القيء ان لم يتوقف في 24 ساعه 48 ساعه يجب ان يفحص طبيا ويفحص جراحيا احيانا في بعض الحالات. وبالتالي لازم نخلي بالنا جدا جدا من موضوع القيء الذي لا يتوقف بالعلاج. يعني انت مثلا بتروح الطوارئ في المستشفيات او في صيدليه او في حاجه، وخدت حقنه للقيء من الحقن الكويسه جدا، حاجات موجوده اليومين دول، فما وقفش القيء والطفل لسه، لا لازم تكشف ضروري، ما تتاخرش. القيء علامه، استمراريتها علامه مهمه جدا للمتابعه. تعويض السوائل مهم جدا جدا في الصيف، وفي اكتر من محلول موجود في السوق دلوقتي، في انواع منها كمان شبه عصير التفاح وحاجات زي كده، ودي حاجه مفيده وكويسه. ادويه المطهرات وهكذا. بس برضو بانصحك ما تعتمدش كتير جدا انك تجتهد مع نفسك، لان في حالات بتقتضي بعض الفحوصات المعمليه، وممكن نعمل الترا ساوند او سونار على البطن لو الحالة ما استجابتش للعلاج أو المتابعة بتاعتها فيها أي تطورات للحال. المصادر المية مهم جدا جدا، إن إحنا في الصيف نحاول يبقى عندنا فلتر كويس متعدد المراحل، المية تكون نظيفة على قد ما نقدر. مية معدنية مش حاجة مكلفة، ما أقدرش أنصح بيها قوي، لكن لو إمكانياتك تسمح مفيش مشكلة. أهم حاجة مصدر مياه نقي، الفاكهة والخضار يتغسلوا كويس جدا جدا، الأكل اللي بيتجاب ما يباتش بره التلاجة، ولو في التلاجة نتأكد إنه ما قعدش مدة طويلة، صلاحية الأكل، المكان اللي بتجيب منه يكون مكان مكيف هاوي، الحاجات دي حساسة قوي، الأكل في الصيف حساس جدا 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 للتطورات بتاعته. الأعراض اللي بتيجي ممكن يجي ترجيع بداية، ثم يظهر الإسهال بعد كده مع بعض آلام في البطن. وجود الإسهال والترجيع بيأكد موضوع النزلة المعوية، وجود القيء فقط بدون إسهال وبدون حاجة يجب أن نراجع الطبيب، ويجب أن نراجع إن إحنا نشوف الموقف ماشي إزاي من ناحية القيء نفسه، يعني لأن ممكن ساعتها يكون في تدخل تاني بفحوصات أكتر والتزامات أكتر. الخلاصة ان احنا داخلين على فصل الصيف في اوله اهو، بدأت الحرارة تعلى، بدأت بعض حالات تظهر، الحالات عادية خالص ما فيهاش مشكلة، لكن انا بشوف ان احنا ما نجتهدش قوي في موضوع الترجيع والاسهال، مهم جدا. طب الوقاية زي ما قلنا في تنظيف الاكل والغسيل وكذا وكذا، وفي بعض التطعيمات المهمة اللي الناس ساعات بتجهلها بالذات في البيبيهات اقل من 6 شهور، تطعيم الروتا فيروس، وده من الحاجات الفيروسات المعوية اللي مؤثرة جدا جدا في اي فصل من الفصول، مهم جدا، لان حالات الروتا بتبقى حالات صعبه وبتحتاج محاليل وبتدخل في جفاف ومضاعفات، يبقى تطعيم الروتا لاقل من 6 شهور مهم جدا للبيبيهات، نسال الدكاتره عليه ونسال في المصل واللقاح موجود برضه. الغسيل الايدي لازال مهم جدا لاختلاط الزحمه، الاكل، الشرب،
التنوع الكتير في الاكل، لان في قلنا مع الصيف والخروج والحركه في تنوع كتير جدا، في ايس كريم وذره مشوي وفي حلويات وفي بيبسي وفي عصير وفي شيبس، هذه كلها مش صح خالص، ودي اللي بتعمل لخبطه، ودي اللي بتؤدي في الاخر الى ان الجهاز الهضمي بيضطرب جدا. من الحاجات برضو المهمه اللي احب انبه عليها التزام العلاج مع الطبيب في متابعه النزله المعويه، وخلي بالك من الاكل، الاكل العنصر السحري في موضوع النزله، سواء نوعيه الاكل او سواء ان انت بتطلع من النزله البيبي او الطفل بدا يتحسن منك وصعب عليك، فبدات تديله الممنوعات اللي الدكتور قال لك بلاش ياكل الاكل ده اليومين دول، دي بتحصل مشكله كبيره، بيحصل حاجه اسمها انتكاسه في اليوم الثالث والرابع والخامس، الطفل بيطلع تعبان وهفتان وكذا، يبتدي الجهاز الهضمي يتصلح ويبتدي يفوق، يبتدي يطلب اكل جديد. مع بدايه الاكل ده تبتدي انت تتعاطف معاه وتدي له بقى الحاجات اللي قد تكون ممنوعه في الفتره دي، يبتدي يقع تاني. من الحاجات المهمه جدا 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 وحاجات طبيعيه البروبايوتكس، وفي منها انواع الوقت موجوده في السوق اللي بتحمي الجهاز الهضمي، وبالذات اثناء النزله وبعد النزله، الزنك شراب اللي هي شراب الزنك والحاجات دي من الحاجات المهمه جدا لاثناء النزله وبعدها، محلول الجفاف مهم جدا جدا، المطهرات العاديه لكن لازم تحت اشراف طبي. اشرف تمنياتي لحضراتكم واطفالكم بالصحه والعافيه، وان شاء الله يكون صيف سعيد عليكم ويكون بدون اي امراض، والسلام عليكم.